منتخب وطني. لذلك احنا نشوف حتى اليوم الكويت متقدم على المنتخب الاماراتي هناك في استاد القطارة. في العين الاماراتي بهدف مقابل لا شيء، جاء الهدف في الدقيقة السادسة عن طريق يوسف ناصر السلمان، ونهاية الشوط الأول ربما الآن يكون تكون وصلت هذه المباراة. نشاهد هنا بعض الفرص للمنتخب العراقي كابتن، ولكن لم تستثمر. لم هي يعني التحصيل حاصل صارت الفرص بصراحة، يعني كلاعبين على مستوى لاعبين عندهم خبرة، لاعبين معروفين، لاعبين هدافين في دورياتهم اللي يلعبون بها كمحترفين، يعني يمكن فرص سهلة للتهديف، كان ممكن تغير نتيجة المباراة، ولكن هذا لا يمنع. يعني ما رد يعني فريق الأردن اليوم فريق منسجم، فريق يعني عمل هاي الضربة المباشرة ليونس وكملها قصي، والحارس عامر شفيع خارج الهدف، شوف راح على الكرة شوف ولعبها بال، يعني هاي يعني اعتقد يعني عدم يعني بعدها ما ينزل زيكو يسجل بالضبط، هي هاي تقول عليها انا.